مش معقول باش نعطيه شهادة فخرية الإنسان كما هكا مجرم وقتل صحافي هذايا العالم كامل، معناها قتل صحافي معروف وقتلوه في قنصلية نتاع السعودية في تركيا، وهذا مش معقول باش تونس تكون تساند المجرمين هذوما. احنا عنا علاقات ممتازة مع السعودية، ما ثمش حتى مشكل، لكن انت ما نساندوش الناس المجرمين هذوما واللي يقتلوا في العباد، فهمت؟ احنا معناها الحقيقة في تونس الكل مستائين للموضوع ده، حتى باش يجي لتونس احنا ما نقبلوش، فهمت؟ خاطر ماهوش معقول باش بلاد عملت الثورة نتاع 14 جانفي تقبل مجرم كيما هذا، فهمت؟ هذاك اش نحبوا نقولوا احنا، ونطلبوا من الحكومة التونسية ونطلبوا من الناس هذوما اللي يسعوا باش يعطيوا جائزة على جل الفلوس وعلى جل الواحد، راهو عندنا كرامة في بلادنا ورانا عملنا ثورة نتاع بلادنا وما تنساوش هذايا، فهمت؟ الناس اللي تحب تبيع بتونس وتحب بلادنا بالفلوس راهو مش معقول، راهو عندنا كرامة، راهو عندنا أمورنا، فهمت؟ بالقدا بالقدا، هكا علاش نقولوا معناها نوجهوا نداء للناس اللي تجري في الموضوع هذايا باش يقولوا لها أركح شوية، راهو عندنا كرامتنا وراهو عندنا احترامنا، وحتى الدول الأجنبية حتى واحد ما قبله حتى واحد ما عطاه الفلوس، ما عطاه جايزة، فهمت؟ ماهوش معقول هذايا على خاطر طرف فلوس. احنا يا ودي احنا خبز وماء ولو بن علي، لا احنا خبز وماء والسيد هذايا ما يجيناش لتونس، راه مش باهي لينا، مش باهي لدعايتنا، مش باهي لثورتنا، مش باهي للناس اللي ماتوا من اجل الثوره نتاع من اجل الحريه في تونس. وهذاك ايش حبيت نقول لك؟ حقيقه التكريم راهو ماهوش تكريم استعباطي، يعني التكريم يعني يلزم يمشي في بقعته والشكون يستحق وكيفاش هذا نعرفه. حق والله نظرا كان باش نتكلموا بلغة نفاق ما يستحقش، إذا كان باش نتكلموا بلغة أخرى يحب شوية حداثة ويحب معناتها يطور المملكة العربية السعودية. خلينا في نقطة ما يستحقش، علاش ما يستحقش؟ ما يستحقش على خاطر فما برشا تجاوزات خاصة في اللقاع أخيرا الخشقجي اللي هو منارج الإعلام وكذا، وحرية الرأي راهي حاجة مهمة برشا. إذا كان نشوف احنا في تونس ورغم اللي عملنا ثورة ورغم اللي معناها الإعلام خذا حظه وكذا، لكن تحس وانا فما تكبيل، فما حاجات تتعدى وفما حاجات ما تتعداش، معناها الهايكة تتدخل وتعرقل برشا حاجات، فهمتي؟ فما بالك فهمتي لا في السعودية، دونك فهمتي لا يلزم إذا كان واحد احنا باش نكرموه يلزم نكرموه لأنه هو عمل الحاجة. عمل حاجة سلمان جا جديد ما هوش منها عمل تاريخ ولا عمل منها فترة كبيرة في حياته السياسية ولا حياته المهنية ولا حياته الثقافية ولا حياته الاقتصادية ولا يعني ما فماش تهز معناها تهزه من علاش باش تكرم علاش تلقى نقطة استفهام تولي فلوس وتولي ثروات وتولي فهمت بنتي هنا على خاطرك علاش فهمتي الواحد اذا كان باش يكرم انسان لازم ينظر للجوانب اللي يلزمنا نكرم على خاطر كان باش اي اذا كان اي انسان نكرموه على اي حاجه تولي كارثه بصراحه فهمتي فهمتي اللي يجي حتى يحك راسه شنو فلان والله يعمل كذا برا كرمه لا تكريم احنا عندنا الناس تستاهل التكريم ولو كان نشوف في المملكه العربيه السعوديه نلقوا شكون اللي كرموه في المملكه السعوديه ابار سلمان بن عبد العزيز. ما يستحقش جائزه فخريه. على كما نقول اخي هو معروف معناتها الملك سلمان معناتها بايع العرب وماشي مع الامريكان وماشي مع الغرب بصفه عامه، بينما مع العرب ما عمل حتى شيء. داخل في حرب، داخل في معناتها في حرب اليمن، في سوريا، في شنو عملوا العرب مش نعطيه دكتوره فخريه. ما لحد شيء على هالطرف الفلوس اللي يعطي فيها مثلا يعاون في تحكيه فارغه معناتها ده مش حاجه باهيه. انا من رايي ما يستاهلش باش يعطيوه هالشهاده الفخريه على شنو باش يعطيوه؟ على قتلين خشبجي؟ شيء والله شيء يوقف المخ. اخي تونس ما عادش فيها رجال، ما تعرفش تفرق ما بين الباهي والخايب. محمد بن سلمان راهو باش نقول لك ما فماش ما اخيب منه. تصور الشيء اللي قاعد يعمل فيه، تصور بنات مساكن حاصرهم في السجون في السعوديه باش يجيو يعطيوها شهاده فخريه لهنا في تونس. حسبي الله ونعم الوكيل. ما يستاهلش. لا هو ولا جماعه الخليج كلها الامارات كلهم كيف. خليونا رايدين احنا لهنا في شمال افريقيا، خليونا بفقرنا بعطانا ربي قاعدين نحاولوا باش ننهضوا ناقفوا على ساقينا.
يخليونا رايدين ما يزموش يجي لتونس، وكان فم رجال والله ما يدخلها لتونس هذاك. ماهوش جدية بالشهادة هذه، خاطر ما عمل حتى شيء باش ياخذها الشهادة هذه، عمل كل عكسه، دونك ما يستاهلهاش بصراحة. أنا مش موافق، ما استحقهاش على خاطر عمل برشا برشا حاجات، فما ناس نجم تعرفها وناس ما تنجمش تعرفها، فهمني؟ معناتها وفي الآخر الشهادة هذه ما استحقهاش لا من تونس ولا من جامعة زيتونة. محمد بن سلمان هو أخطأ هكا ولا هكا، أخطأ، فهمت؟ احنا كمجتمع تونسي نرفض باش تقولي لا مشايخ ولا تقولي لا قانون ولا تقولي إكس ولا إنسان، احنا كشعب رافضين الموضوع هذاك، دونك ما ندخلوا فيها الشيوخ نتاع تونس وجامعة الزيتونة وإكس وكريك وزيت، احنا ما نقبلوش أي إنسان. حط روحك أنت هذاك أخوك اللي قتله، ولو ما عنده شد عنده بصمة نتاعه هو، دونك كيفاش تجي تهز العار انت؟ معناها نصلحوا الخطا بالخطا باش ندعموا ناس اخرى احنا. دونك احنا معناها بالنسبه لتونس كليك شعبنا معناها نحترموا الحريات والقانون، احنا نحترموا كل شيء. دونك بالنسبه كي نحكي كشخص انا ضد انه هذا الشخص هذا باش نتعامل معاه حتى باش يكون باش تعطيه اي معناها بونوس باش تخرجوا من الموضوع، خاطر الحكايه كليك هي قوه بوفوار، واحنا ما نكونوش معناها عندنا الاذلال للموضوع هذا. ولو احنا علاش يا اخي شبيه طيحنا نظام على اساس الحكايه الحريات والكرامه والاخلاقيات كليك؟ دونك تجي اليوم انت انسان يجرف يقتل في العباد هكا ساتسير مهما باش يكون تونسي سي تونسي. احنا تو دخلنا مرحله جديده في حياتنا، دونك ما عادش نوخروا التالي. اذا كان نجيو مع بن سلمان غدوه نجيو مع ملك اخر، غدوه نجيو مع رئيس اخر، دونك سي ستوب ما عادش. دونك نحاولوا باش نقدموا احنا مانيش قاعدين. اذا كان ناخذوا العقليه مهما يكون الموضوع بالنسبه للشعب التونسي، انا معناها الشخص معناها نحكي كشخص انا ضد انه السيد هذا باش تعطيه حتى باش يكون هي يعطيني ما يعطيني حتى شيء. احنا ضد بن سلمان في الموضوع بتاع جمال الخشفشي. ثم شيوخ علم، ثم دولة تونسية ان تعرف هذا الملك جدير انه باش ياخذ الشهادة هذه الفقهية، نتصور يعطيوها له، وانما هو اللي كان هو مش جدير باش ياخذ الشهادة هذه، طبيعي جدا رفضا وقطعا ان ياخذ الشهادة هذه. انها الملوكيه شيء ورئاسه شيء والوزاره شيء، وهذا ملك هل هو عنده علاقه بالفقه وبالدين وباحكام الدين؟ وهل هذا معناها خدم الاسلام وكان رجل ممتاز الى ابعد حد لكي السلطات التونسيه تسلموا الشهاده هذه؟ طبيعي جدا احنا ما نجموش نحكموا على اهل الاختصاص، لان احنا في تونس عندنا رجال قويين وممتازين وكبار على جميع الاصعده، واذا كان تونس تعرف الرجل هذا جدير باش ياخذ الشهاده هذه الفقهيه او الاسلاميه او كما تسموها انتم، انا حبيت نعرف بالضبط الشهاده هذه شنو القصد نتاعها؟ فخرية بمعنى تكريم، فيها تكريم، فيها نوع من الترحيب. فخريه تونس ديما تفتخر باي انسان يجيها ضيف لتونس، اي انسان يجي لتونس تونس تكرمه حتى وان كان بعيد هو على الخزم وبعيد شويه، احنا عندنا مثل تونسي ممتاز وقوله بعيد على الخزم، ان كان هو جدير باش ياخذها شهاده فخريه تعطيها له تونس. تونس اهل كرم وارض طيبه وارض جميله جدا، واي انسان يجي لتونس الا تونس تكرمه. اما لا ننسى ان السلطات التونسيه تعرف الرجل هذا شنو تاريخه وشنو مجده، اللي كان باش تفتخر به وتعطيه ما نجم نقولوا لتونس الا بارك الله فيك ويعطيك الصحة. ثم واحد جا كذيف نزل في البلاد اللي هنا، ومعناها السعودية تاعنا ماهيش دولة عربية إسلامية، واحد فهمتني يسحق، علاش ما يسحقش؟ وما ماهوش باش يعطوها الواحد ما فوقي، خاطر الشهادة هذيك عندها مكانتها وعندها تقاليدها وعندها كل شيء، فهمتني؟ ولي العهد محمد بن سلمان على مستوى العالم نسين فرض روحه، صحيح العملو هي جريمة حد ما ينكرها، لكن العالم لا يدار بهذه الطريقة، بمعنى أنه تونس الآن في موقف ضعف ما عندهاش قرار ولا باش تاخذ هي فيها تاخذ مبادرة باش
تعطيه ولا ما تعطيهوش شهاده فخريه. هو حسب ما سمعت اللي جمع الزيتون هو رفض. الأم العربية كل لازم تاخذ شهيد. علاش؟ علاش خاطر متثقفة برشا في كل شيء في أي المجالات الكل. بالعكس ما هكا في كلمتين. بنحكيو خصوصا بنت سلمان معناها. كيفاش بنت سلمان؟ ما نعرفوش ما نعرفوش. ملك سعودي. لا ما نعرفوش أنا نعرف بورقيبة. اللي بناها البلاد هذه. ما تعرفوش ولا ما تحبش تعرف؟ لا ما نعرفوش وما نحبش نعرف. فهمت كيفاش ولا؟ أما بورقيبة اللي بناها البلاد وخلاها هكا وإحنا سلمنا فيها. الجدار نتاعو جدير بالشهاده هذه كلمه ما نعرفوش ما نعرف انا مش نقيمه ما نعرفوش انا كما قلت لك انا عايش في احد برقيبه عايش مع برقيبه قرينا تعبنا وربي هذه الشباب نتاع تو ان شاء الله تصحفظوا عليها انتم البلاد اذا كان يستحق معناها معناها الامتياز هذايا من جامع الزيتونه او من الشيوخ نقولوا الزيتونه بتونس فهو إذا كان صح التعبير إذا كان فعلا ماهوش متلبس أو أيديه ماهيش ملطخة بالدماء قتل الصحفي في سفارة تركيا إذا كان أثبت أنه هو معناها ربما كان تنجم تكون مسلط عليه اتهامات وليس له في 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 هذا معناه الاتهام كيفاش يقولوا لا ناقة ولا جمل معناه ينجم يكون إنسان معناه ادعاوا عليه ادعاء باطل أنه هو متورط في قتل الصحفي معناه السعودي إذا كان يكون هو فعلا إنسان معناها بريء ذمته بريئة من كل اتهام بمعناها تورطه في قتل الصحفي الخليجي يكون هنا يحق له أنه معناها ياخو هدية أو اعتراف له معناها من شيوخ الزيتونة بهذا الامتياز بكل صراحة ببساطة جدا ما يستحقهاش علاش يستحق هي بمناسبة القمة العربية باش يبيضوا له صورته السيد هذا نظرا معناها لعلاقاته المشبوهة مع الأنظمة العربية وإفشال الثورة العربية ببساطة نحن في تونس اليوم الحاجة الباهية عندنا مؤسسات قاعدة تتبنى تنجم تقول لا تنجم ترفض وجمع الزيتون رفض بكل بساطة ومش باش يعطيوه مش الشهادة هذه وكان يطلب حتى ملاحظة متاع تلميذ ما يعطيوهالوش في تونس نحن توا على خطى الانتقال الديمقراطي ان شاء الله معناها الانتقال متاعنا يكون صحيح وان شاء الله ما نمشيوش في المنحة وهذا شكون اقترحه اقترح الباجي قايد السبسي والباجي قايد السبسي هذه حملة من الحملات الانتخابية اللي عمل فيها كما المساواة في الإرث يحب يعمل كذا باش يجيه الفلوس معناها واضح العملية ما عادش ينطر عليه لحد شيء بحول الله وبالتالي ما يسهلهاش محمد بن سلمان هذه يسهلها الخشقجي الله يرحمه واضح ما نعرفش هذه باختصار بالمناسبة هذه القمة العربية نحن اليوم ماناش في حاجة القمة العربية بقدر ما نحن في حاجة إلى قاعدة عربية قاعدة شعبية مع الأسف الشديد نقولوها بكل مرار هذه قاعدة تو باش تتم نتاع تنديدات نتاع امتعاض اللي مهتم بها هي في الظهر قمة عربية لكن في الباطن قمة إسرائيلية أمريكية هما اللي مهتمين بها أكثر منا نحن هذه نكتة الثورات العربية اللي صايرة اليوم إن شاء الله القمة العربية تولي هي شهادة مش لمحمد بن سلمان الباجي قايد السبسي في المستقبل